أولا تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد وللسادة المشاهدين. أولا هذه بلدنا وهذا وطننا ولن نتركه لأحد على الإطلاق، وكما قلت في خطبة الجمعة اليوم لنا وطن، كلمة لنا وطن لنا بلد، لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه، إذا ما سالت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعطي شيئا، نقوم على الحماية ما حيينا ونعهد بالتمام إلى بنينا، وفيك نموت مصر كما حيينا ويبقى وجهك المفدي حيا. وقلنا إذا كانوا يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف حقيقتها إلا المرضى ومن فقدها، فالوطن تاج على رؤوس الشرفاء، تاج لا يعرف قيمة الوطن إلا من اكتوى بفقد الوطن. وأكد أن حالة التقدم في جميع المجالات، حالة التقدم الاقتصادي والمشروعات الكبرى وبناء قوة قوية مصر القوية القادمة، لا يمكن أن يتركنا الأعداء هكذا. وقلت المسألة الصراع بين أهل الباطل، بين أهل بناء الأوطان والإصلاح، وبين الخونة والعملاء والمنافقين والمرجفين والمفسدين، يا أستاذ أحمد دي لكانت دي تكاد يكون بالسنة الكونية عبر التاريخ الإنساني. وقلت إذا كان بص والعياذ بالله تطاول أهل الباطل على رب العزة نفسه، على رب العزة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، تطاول على الأنبياء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنما يعلمه بشر، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ورموه حتى في عرض أهل بيته. السيدة أمنا أم المؤمنين العفيفة بنت العفاء الصديقة بنت الصديق في حادثة الإفك، فشق ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم أن كذبوه. انظر ماذا قال رب العزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. النفس البريئة النقية الطهرة الشريفة يعز عليها أن ترميها في عرضها أو ترميها في كرامتها، ده سيدنا النبي بيقول رب العزة قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، مش أنت يا محمد المقصود، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم يتحدث عن سنة كونية يقول فيها ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، لكن النتيجة حتى أتاهم نصرنا. بسنة لن تتخلف ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لكن القرآن كان حدثنا وبين لنا قال إيه؟ يبغونكم الفتنة، دول عايزين يوقعوا الفتنة في بلادكم بينكم، بس للأسف للأسف وفيكم سماعون لهم. شوف ده نص القرآن، يبغونكم الفتنة الإحباط التيئيس وفيكم سماعون لهم. ورب العزة قال إيه بقى في حادثة الإفك؟ وهقول لك عشان أحيانا اللي أنت بتبص ليه ابتلاء يبقى نعمة من عند الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو أول حاجة إيه؟ منكم مش من براكم. اللي عملوا الفتن والشعاد ولادكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لكن قال إيه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. في كل لحظة أستاذ أحمد من اللحظات الصعبة في تاريخ الأوطان تحصل حتة فتبين الوطنيين الشرفاء وتكشف الخونة والعملاء. ما هو لو ما جاتش اللحظات الصعبة، اللحظات الصعبة دي تميزوا أيها الناس. سيادة الوزير ما شاء الله المشهد اللي قدامي وحضرتك ما شاء الله ما شاء الله، خلي بالك شعب عظيم والله يا سيادة الوزير. بص يا أستاذ أحمد، اتفضل يا فندم. الحياة مع قضايا الوطن خيانة. وأنا بحييك على مواقفك، بص مواقفك الواضحة الصريحة اللي ما فيش فيها ماسك العصا من النص. خلي بالك الحياة في قضايا الوطن خيانة. انت مع الوطن، انا اقول لك على حاجه اتفضل يا فندم، ويمكن دي انا بكلم حضرتك الان ومعي كل قيادات الوزاره. انت عارف ان مكتب الوزاره على بعد امتار من ميدان التحرير. انا الان في مكتبي وكل قيادات الوزاره تواصل العمل في بلدنا ولن نتركها للخونه والعملاء على الاطلاق،
وانا كنت في وانا راجع من اكتوب من الشيخ زايد معاصي من قلب الميدان ومعي كل قيادات الوزاره بنقول اه لا ما بنخافش الا من ربنا كلنا ودي بلدنا لن نتركها للخونه. هذه الاحداث بقى تكشف المهزوزين والمترددين والخونه والعملاء. عشان كده ربنا عز قال في حديث الافك لا تحسبوه شرا لكم. واللي خدوا جنب يا سياده الوزير الايام اللي فاتت كده كانوا الاول ايوه وبعدين ايه استخبوا يا فندم. رب العزة قال إباه شوف قال إيه في القرآن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. عارف خل إيه هيبان بقى مين اللي قلبه على بلده مين اللي واقف ومستعد يفتها بدمه بولاده بالدنيا وما فيها ومين بقى اللي واخد جنب واللي مستني يشوف الدنيا هتروح فين واللي يقول لك استنى يا أخي ما احنا مش عارفين اللي هيحصل إيه خليك كده بص خليك لا الحياة مع قضايا الوطن خيانة. شوف رب العزة قال بقى إيه إذ تلقونه الشائعات والأكاذيب والإفطاءات إذ تلقونه بألسنتكم. أنا بكلمك من نصوص القرآن تنقلوها بدون تفكير وبدون وعي وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتظن أنك ترمي البريء ترمي الإنسان البريء بتهم كاذبة تسهل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هكتم لك بنقطة مهمة يا أستاذ أحمد. مصر عندما زي بص حافظ لما قال أنا إن قدر الإله مماتي لا طار الشرق رفع الرأس بعدي. هم عايزين مصر طول ما هي واقفة على رجلها قوية هي عقبة كأداء في وجه المتربصين بالمنطقه. النهارده المنابر يا فندم الشائعات وهجوم ضد مروج الشائعات وجماعه الاخوان الارهابيه. طبعا دول قضيتهم خلي بالك. اتفضل يا فندم. هذه الجماعه الارهابيه هي اداه عميله خائنه ماكوره في يد انت تعلم اجهزه ومنظمات ودول راعيه للارهاب تريد ان تبني لها مجدا على حساب ايه؟ مصر. ولكن هيهات هيهات كناطح صخرة يوما ليوهنها لم يوهها وأوهى قرنه الوعي وقالوا الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويه ونحن شعب لا تزيدنا المحن إلا قوة وصلابة كالمعدن النفيس الذي لا يزيده النار إلا قوة تزيل عنه الصدى وتزيل عنه الحاجات غير الطيبة ويبقى أصل المعدن نفيسا. سيادة الوزير أنا آسف معلش قناة الجزيرة النهاردة كمان استمرار لبث الشائعات والأكاذيب وعمالة تنقل مشاهد بتكررها يعني مشهد في إنا هو اللي في الأقصر مثلا مشهد في الوراق هو في إنا وهكذا. هذه الأمور التي جرت العادة بالنسبة لقناة الجزيرة في استهداف الدولة المصرية يا فندم. عارف يا أستاذ أحمد هاي. سألوا عارف اقول لك ايه لو جه العيب من اهل العيب دي طبيعتهم سألوا سؤال اهجى بيت قالته العرب اهجى بيت يعني اسوأ ما يهجى به الانسان قالوا ايه ان يخدعوا او يجبنوا او يبخلوا يغدو عليك مؤجلين كأنهم لم يفعلوا. لما الدنيا كلها كشفت اكاذيبهم وهم طلعوا اعتذروا وقالوا بنعتذر ونتأسف عن المشاهد يا أخي هؤلاء لا يستحون من الله ولا من الناس ونقول لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقد قالوا إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على فعل الكريم حياءه. نقول له معيب احفظوا ماء وجهكم بقى موت بغيظكم فهذا الوطن قادم لا محالة. وزي ما سيادة الرئيس دايما حفظه الله بيأكد طول ما احنا ايد واحدة من رحمة ربنا انه لم يربط مصير الأمم والشعوب بأيدي أعدائها ولا بقوة المتربصين بها انما اللي بيقوله كلام اللي دائما يردده ويؤكد عليه سياده الرئيس انه بعيد واحده. شوف رب العزه بيقول لنا ايه وان تصبروا وتتقوا انتوا خليكم جامدين
ما الكتعب اللي بيخطط لكم. المهم انتوا لا تخطاقوا من داخلكم، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ان شاء الله لن يضرنا كيدهم شيئا. وبنأكد بقى جيشنا، شرطتنا، قضائنا، مؤسستنا الشامخة تتظل غيظ العدا. اقول لحضرتك حتى اختم بيها. مصر في تاريخها كله سند دينها وامتها العربية والاسلامية وصمام امان المنطقة، مصر القوية حصن للعروبة والاسلام والمنطقة وللسلام العالمي. سيدنا عمر بن الخطاب في عام الرمادة لما ارسل الى سيدنا عمر بن العاص بعته ثلاث كلمات، رسالة واحدة ثلاث كلمات، وغوثاه وغوثاه وغوثاه. شوف سيدنا عمر كرم مصر واهل مصر عبر التاريخ. قال له اتاك الغوث يا امير المؤمنين، لارسلن اليك قافلة اولها عندك واخرها عندي. مصر عبر تاريخها حصن العروبة والاسلام، ولذا زي ما قلت حافظ في قصيدته الرائعة وهختم بدية، مصر تتحدث عن نفسها يقول: ما من رام راح سليمة من قديم عناية الله جندي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرقي وذرته فائد عقدي، أنا إن قضى الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. لن تموت بإذن الله، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في أهل مصر: إنهم وأهليهم وزويهم في رباط إلى يوم القيامة. ورب العزة يقول: ادخلوا مصر إن شاء الله أمين. تحية لسيادة الرئيس القائد الوطني العظيم الشريف الذي يقود مصر إلى مستقبل باهر يسر الصديق ويغيظ العدا، ونحن كل الثقة والتقدير والاحترام لشخصه الوطني، ونحن من خلفه ومن أمامه وعن يمينه وعن يساره إيمانا بما يقدمه لخدمة هذا الوطن. شفت حضرتك التحرك، تحرك، وهدي حضرتك مجال القوات المسلحة، تحرك مصر ضد النظام التركي، وسواء ببيان قوي جدا من الخارجية المصرية أو حتى نقل ملف تركيا إلى إلى الأمم المتحدة. شفت هذا التحرك إزاي مع الوزير؟ بص، مصر بإذن الله انطلقت ولن يستوقفها أحد إن شاء الله. انطلقت بفضل الله أولا، قائد حكيم واثق في الله أولا ثم في شعبه، التفاف شعبي كما ترى وراء الشاشة الآن خلف هذا القائد البطل الحكيم الذي حقيقة له منا ومن كل وطني شريف ومن كل إنسان شريف كل التقدير. ونقول له: سيادة الرئيس، والله العظيم هم مش قصدين سيادتك، هم قصدين مصر، قصدين مصر، وعارفين ان طول ما ربنا حميك وحفظك ستظل مصر غيظ العدا، غيظ العدا. سر على بركة الله، وكلنا من خلفك ومن امامك وعن يمينك وعن يسارك نفدي وطننا بانفسنا. قواتنا المسلحة الباسلة ليغيظ الحقيقي لاعدائنا، نقول لهم: انتم على سيروا على بركة الله، قوتكم والتفافكم حول بلدكم هو اللي خلى الخونة والعملاء يستهدفون قواتنا المسلحة. أقول لك أختم، الرفيع له كلمة جميلة جدا: تصور حالنا من رئيسنا المحترم قواتنا المسلحة وحال الخونة والعملاء. قال إيه الكلمة دي مهمة يا أستاذ أحمد؟ تفضل يا فندم. يعني قال إيه الرفيعي؟ ولا يقذف بالأحجار إلا الشجرة المثمرة. شجرة لا فيها ثمر ولا فيهاش خير الناس هتلتف عليها ليه؟ الشجرة الخربانة ما خربت، والدول اللي اتهدمت اتهدمت، هو عايز يوقع القوي. ولا يقذف بالأحجار إلا الشجرة المثمرة. ومين اللي يقذفها بقى؟ شوف الكلام الرافع الكاتب العظيم المصري الأصيل: ولا يقذفها إلا الصبية. ولا يقذفها العيال اللي كانوا يطصوا يركموا النخل، العيال مش الرجالة. ما بتلاقيش راجل محترم يعني زي ما هو كان كده يضرب النخله بالطوبه. مين اللي بيشتغل؟ ولا يقذف بالاحجار الا الشجره المثمره. نعم. ولا يقذفها الا الصبيه. اما الرجال فيستحون، ده اللي ما بيستحوش مش رجاله. ولا يحوم القسط الا حول البيوت العامره، فان حام حول البيت الخارب كان سيد البلهاء. مصر ستظل قويه بفضل الله
بفضل قياداتها السياسية، ثم بقوتها وجيشها وشرطتها وقضائها وأزهارها وكنيستها وإعلاميها ومثقفيها من كل الوطنيين الشرفاء، ولا عزاء للخونة والعملاء، ونقول لهم موتوا بغيظكم وبحصاتكم، فلن تجنوا إلا الخيانة والعمالة حصرة في الدنيا والأخاء. ولذا كم موضوعنا الآن خطبة الجمعة في جميع المساجد عن خطوات الشائعات وتزييف الوعي. نسأل الله لبلدنا الأمن والأمان، وكل التوفيق أستاذ أحمد. شكرا معالي الوزير، بشكرك شكرا جزيلا.